All right, now for something completely different. السلام عليكم ورحمة الله. كنا مع لي رولينغ ستونز لي زونغلي دين الله. فيف لي زونغلي. فيف لي زونغلي أبا لي فرونسي. نحكو برك على المقابلة اللي صارت بين المغرب والجزائر. اللي صارت بين الجزائر والمغرب. اسمع نعلق برك على المشجعين هذوك لي سبيكتاتور تاع المغرب اللي كانوا يسبوا في الجزائر ويسبوا في الجزائريين اكسيتيرا. انا واش لاحظت هذاك السبان هذاك راه سيسوه المخزن سيس السبان تاع لي سبيكتاتور هذوك المشجعين اكسيتيرا. انا شاك 100% بلي هذوك اللي كانوا يسبوا ويهضروا على الجزائريين اكسيتيرا تاوع المخزن زعما راهم يلعبوا دي سبيكتاتور. الشعب المغربي ما يديرهاش ما ظنيتش. انا جايبهم غاربه انا تلاقيت بهم قالوا لي مبروك عليكم الفوز وفينال ما سبوا لا ما والو ويضحك ويبتسم مبروك عليكم باسكو على هذو احرار هذونا اللي حبوا يولوا جمهوريين باسكو على بالهم بلي هذاك الحكم الملكي لازم يتنحى راهم قاهرينهم وحنا لازم نعاونوا الشعب المغربي واللي جمهوري. اذا هذاك لي سبيكتاتور على خرجوا هذاك راه امر سياسي على لانه مؤخرا السمانات اللي فاتوا الشعب المغربي خرج يدير مظاهرات في بعض المدن المغاربيه فاس اكسيتيرا. ما المخزن هم خايفين قالك الشعب يزيد ينقلب ويديروا لنا مسيرات كبار وتتقلب البلاد. هلا ردواهم وشي نستغلوا هذا الماتش ونسبوا فيه الجزائريين باش نرجعوا الروح للوطنيه للشعب المغربي باللي المخزن والحكم الملكي والمغاربه خوا ودوله واحده والعدو تاعنا هو الجزائر تمسخير. اذا هذاك التسييس هذاك تاع استعمال المقبله هذيك وسيسوها هذا الشيء مفتعل. الشعب المغربي الحر خاطئ. الشعب المغربي الحر ربح الشعب ربحوا المغاربه ولا ربحوا الجزائريين كيف كيف باسكو خوا انت كي تلاقى مع مغربي هنايا وتتعامل معاه كان هو خوك كان هو جزائري كان هو مغربي مي هذو الاحرار اللي يحوسوا يولوا جمهوريين. حنا لازم نساعدوهم المغاربه باش يولوا جمهوريين باش يتهنوا من هذا الحكم الملكي هذا الحكم هذا الملكي الغبي. على غبي باسكو هذه الفكره تاع انك تسجد للملك هذه فكره قديمه كيما حكيت عليها بكري كي ظهرت برك الديانات وظهر الملوك وظهروا هكذا وظهروا برك في وقت الحجري العصر الحجري كانوا دي جروب عايشين مع بعض وعندهم الشاف تاعهم. بعد الشاف هذاك ولي لازم مع مرور الزمن لازم الشاف يولي يتسلط وتزيد عنده سلطه قويه ولا تخلقت الفكره هذه تاع الملك والملك ولا يدير امور اخرى يقول لهم اسجدوا لي لازم السجود للملك القهر قعدت. من بعد كي لحقنا الوقت هذا العصر التقدم هذا كان دول فاقت وشعوب فاقت نحاول الحكم الملكي هذا كان يخلوه سامبوليك كيما لانجلتير اكسيتيرا. مي الدول العربيه خلوه حكم ملكي تاع وقت قريش تاع بكري تاع اسجد الملك. خوتنا المغاربه محاصين في هذا المشكل راهم عايشين هذا المشكل عصر الجاهليه. هذا واش معناته دليل ان الشعب المغربي جاهل. يسمحوا لي المغاربه خوتي ولكن هذا جهل كاينين اللي ماهمش متفقين مع هذا الامر ولكن اللي راهم متفقين جهال. كاين المغاربه ملاعفه فاطنين جمهوريين فاطنين فايقين ومش باغين نشيل هذا الشيء ولكن هذو اللي باغيين هذا الشيء لا غالب جهال. والجهل علاه جهال؟ لانهم يجدوا الملك وهذا السجود الملك الشيء ظهر في وقت الجاهليه معناتها جهال. هذه واش راني نحكي عليها انا. اذا هذاك التسييس تاع المقابله بين المغرب والجزائر وتخرج الانصار تاع المغرب ويسبوا في الجزائريين ويبكوا اكسيتيرا ويقولوا خسرنا هذو علاه باش يرجعوا الروح اسمحوا لي باش يرجعوا الروح الوطنيه وحب الملك.
بلي العدو تاعنا ماهوش الملك ماهوش المخزن، العدو تاعنا هو واحد هو الجزائر. شوف هذاك تمسخير، شوف هذا ماكا. اذا حنا نكونوا اذكياء، حنا خوتنا المغاربه الجمهوريين ان شاء الله يكونوا جمهوريين، حنا معاهم نساعدوهم على المسيره تاعهم ويخرجوا تقوى المسيره في المغرب وتكثر، باش يتحروا من حكم هذا الخبيث الجاهل. حكم الجاهل ايه، باسكو جا من وقت الجاهليه نحوه باش يديروا حكم جمهوري، حكم تاع العصر تاع الوقت اللي رانا فيه تاع التطور. الحكم الجمهوري الديمقراطي الشعبي هذه هي. وشاب خالد ما غلطتش فيه انا الحمد لله، سبيته وهضرت عليه وشجع زعما في امير ديزاد. امير ديزاد فرحاني وري فيها، هذو كاع خوانا خوانا، هذو كاع مع المخزن متفاهمين. دي فوا كانوا جماعه يجيو من الغرب، الله ما فهمت انايا، لازم جماعه تاع الغرب ينظفوا هذيك البلاصه هذيك في وهران وهكذا، ينظفوا هاد العباد، كثروا العباد هذو لازم يتنظفوا. هذاك امير ديزاد يشجع في شاب خالد، شاب خالد يسب في الجزائر، درك يدار اغنيه يشجع فيها الفريق المغربي على الفريق الجزائري. هذه كاع راهي سياسه كما قلت لكم، سياسه استعملوه باش يكالميو الشعب المغربي ويدخلوه ديارو باش ما يكملش المسيرات تاعو. هذا هو الهدف، هذا هو الهدف منها. لازم الانسان يفيق ما يروحش في اللعبه، مش على جال ربع انصار تاع المخزن قاعدوا يسبوا في الجزائر نروحوا هنايا نسبوا المغاربه وكل. لا لا، المغاربه ناس ملاح، انا تلاقيت بهم انا ولا غير كاع نتلاقى به يقول لي مبروك عليكم الانتصار، ونضحك ونحكوا لانهم هذو جمهوريين، لان انا شعب جزائري وشعب مغربي خاوه، لازم نساعدوا خاوتنا المغاربه يتحروا ويديروا حكم جمهوري. هذا هو الهدف، لازم نساعدهم يديروا حكم جمهوري ويكملوا المسيرة تاعهم في المغرب، في فاس، في ممكن الامازيغ، ممكن مراكش، ممكن هذه يكبروها باش يتحروا يخرجوا من الجاهلية، يروحوا التقدم جمهوري تطور، ولا يديروا كيما لونجلتير الملك تاعهم المخلث هذاك، يديروا سامبوليك بارك خالص او مريح كرمز، وعندهم بريمي مينيستر هو اللي يجيري البلاد وكلش. هذا ما كان، هذه يا خوتي تهلاو في رواحكم، تحية الجزائر والنصر للجزائر، وان شاء الله نغلبوا قطر ان شاء الله، بربي كله مع الجزائر، بربي ان شاء الله ادعوا الجزائر نغلبوا قطر بربي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله، تحية الجيش، تحية الشعب.